مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا راني في بازار العلمة في ولاية كيكدا، وعندي واحد المشتريات شريتهم منها، بعدا نشارككم بهم ان شاء الله. هذا البازار هايل 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 قد ما نوصفه لكم، ما نقدش نوصفه، لاني صراحه لي بري تاعها يعجبوني بارابور واحد الحوانيت هنا راهم في سكيكدا، لكن عنده اثمنه معقوله ما شاء الله، وكذلك السلع في متناول الجميع. وراكم معايا ان شاء الله.
وبهكا الجولة تاعنا في بازار العلمة بولاية سكيكدا قربت على الانتهاء. نتمنى ان شاء الله انه عجبتكم هذه الجولة وخديتوا فكرة على واش راه كاين واش ما كانش وبعض الأثمنة ولي بري تاع السلعة اللي راهي متوفرة. لكن السيد ملاحظة السيد مول المحل قال بلي ان شاء الله عما قريب جدا خلال اسبوع او 10 أيام على الأكثر غادي يكون هناك سلع جديدة ومعروضات جديدة إن شاء الله لاستقبال الشهر الكريم وللنسوة اللي مهتمات بالأواني والجديد تاع الأواني. غادي يكون هناك الجديد إن شاء الله في هذا البازار خلال هذه الأيام. وإذا كنتم مهتمين أكثر بالموضوع وبغيتوني ندير لكم واحد الجولة ونعرفكم بالجديد واش راه كاين واش ما كاش فترقبوا الفيديو تاعي إن شاء الله وخلوا لي في التعليقات واش راكم باغيين اكزاكتومون واش هو الجناح اللي راكم باغييني نركز لكم عليه ولا اقتراحات واحد اخرين. فانا ان شاء الله راني في الاصغاء وفي محاوله ارضاءكم وارضاء ذوق تاعكم ان شاء الله. ما تليكم الا انكم تخلوا لي في الكومنتير وتخلوا لي واحد اللايك شباب وتعليق شباب 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 باش تشجعوني به. وشكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.